اللهفة والاشتياق لحضارة عمرها 7000 عام دفعتا بناز وصديقتها لزيارة المتحف الوطني العراقي في أول يوم قررت الحكومة العراقية افتتاحه أمام الجمهور. ناز وصديقاتها حرصنا أن يكون أول الزائرين الذين يتجولون في قاعته. يعني فتشي كلش حلو شفته، يعني كلش، يعني قلت لهم إلا باكر نروح، يعني اليوم إحنا عندنا دوام أصلاً بالكل، يعني ضربنا المحاضرات والدوام وإجينا. أكثر من 11 عاماً ظلت هذه القطع الأثرية واللقى دفينة الأقبية ترزح في ظلام دامس إثر أوضاع أمنية متردية قد تلحق بها الأذى أو أن تسرق بغية التهريب إلى الخارج، كما كان مصير آلاف قطع الآثار من مثيلاتها في أحداث عام 2003 وما تلاها من أحداث. ورغم فرح العراقيين آن وقوفهم اليوم أمام حضارة الآباء والأجداد، إلا أنهم لم يخفوا ألم مطارق ومعاول تنظيم داعش التي نالت من الثور المجنح وبقية التماثيل التي كانت في متحف مدينة الموصل. واحد شلون دا يضربك على نص قلبك يعني أو راسك، يعني تاريخك دا يفلش قدامك. كمواطن عراقي طبعا تأثرت وحزنت كثيرا على ما قام به الدواعش الذين لا يمتوا بأي صلة إلى الإنسانية وإلى الدين الإسلامي السمح. الحكومة العراقية هي الأخرى لم تخفي مخاوفها من تكرار داعش لأعمال مشابهة كالتي حصلت للآثار في الموصل، خاصة وأن التنظيم يسيطر على آلاف المواقع الأثرية. لدينا مخاوف حقيقية، داعش تسيطر على أكثر من 1700 موقع أثري في الموصل، من ضمنها عواصم آشوريمها ومن ضمنها مدينة الحضر، ولهذا يعني مخاوفنا حقيقية وقلقنا كبير. ورغم أن الحكومة العراقية قد قبلت تحدي تنظيم داعش بافتتاح أهم جزء عراقي لحفظ الآثار في البلاد، إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشاً وهشاشته لا تزال أيضاً تقض مضجع القائمين عليه. هو الرد الحكومي إذن على الأعمال التي نالت من الآثار العراقية في الموصل من قبل تنظيم داعش. أبواب المتحف الوطني العراقي مشرعة على مصراعيها أمام الجمهور. شفيق عبد الجبار، سكاي نيوز عربية، بغداد.